القبر وصية إخفاء وإعفاء، هارون والظباء. 88 أريحة وسط المقبرة. قال العيسى في قرية نويعمة شمال أريحة: مقام علي عليه السلام يبدو أنه يعود لفترة أقدم بكثير من الحكم الإسلامي لفلسطين، فهو عبارة عن أعمدة مرمية على الأرض وقواعد تكاد تختفي تحت الأرض تحمل الطابع الروماني، لا وجود لبناء المقام الذي يتوسط مقبرة. ويبدو أن وضع المقام المتهدم ليس وليد عوامل حديثة وإنما قديمة. 89 الرملة بفلسطين في مشاهد آل البيت الأطايب. قال في ضاحية مدينة الرملة وهي تقع بين بيت المقدس ويافا، كرم مغروس بالأشجار المختلفة يستغله الوقف الإسلامي بتأجيره من الراغبين، وهو مقيد بسجلات الأوقاف باسم وقف الإمام علي عليه السلام. في هذا الكرم قبة تحتها قبر ينسب للإمام علي عليه السلام. 90 باب الواد بين القدس ويافا. قال مخلص في منتصف الطريق السلطاني بين بيت المقدس ويافا، في موضع باب الواد، مقام بني بالحجارة غير مسقوف يقال له مقام الإمام علي عليه السلام. إن أعيانا موقوفة في أراضي مدينة الرملة تستثمرها إدارة الأوقاف في مدينة يافا. 91 نابلس تحت قباب رجال العمود في مشاهد آل البيت الأطايب. قال في مدينة نابلس مدفن واسع الجنبات يسمى رجال العمود، يقع على الجادة السابلة من النابلس إلى بيت المقدس، وعليه أبنية وقباب، وفي هذا المدفن مقام ينسب إلى سيدنا علي عليه السلام. مهندس الصرخي الحسني.